على موجات شباب ورياضة من القاهرة. لعبتنا مش رياضية، لعبتنا ثقافية، فنية، شائية، وأحيانا سياسية. أعتقد إن ده لازم يبقى جيم أوفر. برافو، الله يجنن كده. جيم أوفر يا دوب. جيم أوفر، جيم أوفر مع رادة الجهري. النجم الكبير الفنان حسين فهمي، اهلا بحضرتك معانا وجيم اوفر. اهلا بيك يا فن، واهلا بكل الشباب الرياضيين. تفتكر حضرتك ان الجيم اوفر ولا لسه؟ لا. الجيم السياسيه؟ لا، الجيم لسه بيبتدي. لا جيم ستارتنج مش اوفر. لا، الفنان القدير استاذ حسين فهمي، حضرتك طبعا فنان مثقف وملتزم وواعي بقضايا وطنك في معظم اعمالك الفنيه، ولك اراء سياسيه اعلنتها في كثير من المواقف، وامتنعت عن وسائل الاعلام بسبب خشيتك أن يتهمك أحد بالتلون، وخاصة أن في الفترة الأخيرة انهال سيل من الفضائيات. وعجبني جدا عبارة حضرتك قلتها، أرفض المزايدة على الوطنية. لماذا كل من ليس في ميدان التحرير كانوا بيعتبروهم جيم أوفر؟ لا، هي مجموعة اللي قالت الكلام ده، بس ده كلام طبعا غير منطقي، لأن مصر كلها ما تقدرش تخش ميدان التحرير طبعا. ومصر كلها كانت مع الثورة، ومصر كلها تبنت هذه المواقف، وكان في ميادين كتيرة جدا في مصر فيها وطنيين مخلصين، ما بين السويس وما بين اسكندرية وما بين أسيوط لغاية أسوان والأقصر. فميدان التحرير هو رمز لما حدث لهذه الثورة، ويجب أن احنا نحافظ على هذا الرمز ونحترمه، لأن أنا اللي شايفه أخيرا أن ميدان التحرير ابتدى يفقد هذه القيمة وهذه الهيبة اللي احنا لازم نقدره بيها. يعني ما يصحش أبدا اللي بيحصل النهاردة في ميدان التحرير، لازم نبتدي نحترم هذا الميدان ونقدره، ونعرف ان العالم كله بيحترم هذا الميدان، والميدان ده كان له قيمة فيما حدث يوم 25 يناير وما بعده لغاية 11 فبراير. فمش لازم نهين الميدان، ولازم نحترم هذا الميدان ونقدره. وبالنسبة للاعتصامات، حق الاعتصام مفتوح للجميع، المظاهرات حق المظاهرات موجود في العالم كله، ومن حقنا، احنا لسه لازلنا في مرحلة هذه الثورة، من حقنا ان احنا نقدم كل ما نريده، وان احنا نطلع كل المكبوتات اللي جوانا اللي بقى لها 60 سنة عايزة تعبر عن نفسها. فندي الناس فرصة، ومن حقهم انهم يقولوا، واللي عايزين يقولوا مش هيقدروا يقولوا في 6 اشهر بس، هيقولوا في اكتر من كده، وبعد كده تبتدي تهدى الامور، ونبتدي نبص لنفسنا ونبص لعملنا ونشوف البلد ازاي ممكن نتقدم بيها. الفنان الكبير استاذ حسين فهمي، حضرتك يعني رفضت منصب نقابة المهن التمثيلية، وقلت انك عايز تدي فرصة للشباب، ويعني دي حاجة جميلة، تواضع من حضرتك يمكن ما بيتبعهوش ناس كتير. يعني ليه فرص الشباب يعني معظمها بقت جيم اوفر؟ هو مش تواضع، هو حقيقة، هو واقع. وانا اتصلت بمجموعة من زملائي الشباب الممثلين الشباب، وطلبت منهم انهم يتقدموا لمنصب نقيب، وانهم يبقى هم النقباء. النقابة لازم يرقصها شاب ويفكر في المستقبل، يكون تفكيره ماشي مع العصر. احنا هنبقى موجودين، احنا موجودين بالمشورة، موجودين الاستشارة، احنا ما بالمشورة، بالخبرة، بالتجارب، بالتاريخ اللي ورانا، هنساعدهم وننهض بهذه النقابة اللي هي ملكنا كلنا. والكلام ده قلته بالنسبة لنقابة السينمائيين ايضا يعني. فانا كنت حابب قوي ان يبقى فيه جديد، ويبقى فيه تغيير، ويبقى فيه شباب بتقول افكارها وراءها، ويبقى مجلس كله شاب. الدنيا كده، العالم كله بيتقدم بالشكل ده. ولازم كمان بالمناسبة بقى، ان احنا لازم ننمي في الاطفال من دلوقتي في المدارس، الاطفال الصغيرين، ننمي فيهم روح الديمقراطية، ونبتدي ننمي في الاطفال بعد كده في الابتدائي وفي الثانوي الروح السياسية، ويخش الجامعة عنده فكر سياسي، ويبقى فيه الوان سياسية مختلفة في الجامعة. احنا حرمنا الجامعة على مدى 60 سنة من يبقى فيها كوادر سياسية، بالتالي الشباب طالع ضعيف جدا سياسيا، ما عندوش وعي سياسي.
قليلين قوي اللي اعتقد ان الشباب دلوقتي بس اللي بيقروا في السياسه بعد 25 مهم جدا بس ده مهم اننا نبتدي من دلوقتي مع الاجيال الصغيره عشان كمان 20 سنه 25 سنه يبقى عندنا دوله قويه عارفه يعني ايه ديمقراطيه وعارفه يعني ايه الراي والراي الاخر واحترام الراي الاخر واحترام حريه الاخرين واحترام حقوق الانسان. كل ده مش ما كانش موجود في حياتنا على مدى 60 سنه. احنا لازم ندي فرصه للشباب انه يقيم علاقات سياسيه جوه الجامعه، يفهم يعني ايه سياسه، يبقى في احزاب جوه الجامعه وتبتدي هذه النواه من هذا الشباب هو اللي يحكم مصر في المستقبل. النهارده في اوروبا كل اللي موجودين رؤساء حكومات واعضاء حكومات شباب. كلهم كانوا في الجامعه نشطاء سياسيين. ساباتيرو مثلا ده رئيس وزراء اسبانيا، عنده راجل عنده 36 سنه، ما هو ابتدى منين؟ ابتدى من الجامعه، ابتدى من نشاط سياسي في الجامعه، ابتدى بعد كده يخش الاحزاب وابتدت الاحزاب تتحرك بيهم. هذا الشباب لازم ننمي ده في الشباب. طب حضرتك قلت الجيم ستارتنج في ايه؟ في التغيير بدات يعني حضرتك حاسس ان لسه احنا في بدايه التغيير او في اللبنه الاولى من التغيير؟ ستارتنج في اللي انا بقوله دلوقتي انا لازم نبتدي من دلوقتي نبتدي نفهم الاسر ان ما يبقاش فيه ديكتاتور في البيت. الطفل بيتربى في بيت فيه ديكتاتور، الاب بينفذ كلامه وبيفرضه على الجميع. بيطلع الطفل للمدرسه بيلاقي ديكتاتور تاني هناك، المدرس بتاعه والناظر بتاعه. بيطلع للمجتمع بيلاقي ديكتاتور تالت وديكتاتور اكبر، الديكتاتور بيتحكم في الكل. غلط. لازم نربي الاطفال بتاعتنا على الروح الديمقراطيه، ان يبقى فيه مناقشه في البيت، ان كلنا ايكول بما فيهم الاب والام والطفل، يتربى في هذا المناخ. ايه الفرق بين الديكتاتوريين في العالم العربي وبين لينين وستالين والناس دي؟ الديكتاتوريين في العالم العربي موجودين لغايه القرن ال21. لينين وستالين ماتوا خلاص وخلصوا في القرن اللي فات واللي قبل اللي فات، ده خلاص تاريخ. دول بقوا في المتاحف، هتلر بقوا في المتاحف. انما احنا عندنا لازالوا قايمين، لازالوا موجودين. وكل العالم العربي ماشي بهذا الاسلوب، وده خطا جسيم جدا. فالنهارده الشعب لازم يعرف. على فكره كمان في ناس كتيره جدا مش عارفه الفرق ما بين الحريه وابداء الراي والفوضى، للاسف. لانه ما ترباش على كده. يعني انا هضرب لك مثل بسيط جدا. الناس في اوروبا لما بيخشوا سينما ومش عاجبهم الفيلم بيقوموا ويخبطوا الكرسي وهم قايمين بس ويسيب السينما. احنا عندنا لما بيعجبناش الفيلم بنكسر السينما. بقى السينما اوانت زي ما تشاط الكوره، زي ما تشاط الكوره، سيما اوانت هاتوا فلوسنا. انما يعني لازم يبتدي يتربى الشخص على هذا. وعشان كده بقول لك اتس اونلي ستارتنج. احنا بنبتدي من دلوقتي نربي هذه الاجيال اللي جايه بهذا المنطق. احنا طبعا استمتعنا بالحاجات السياسيه الجميله في النظام السابق للفنان القدير حسين فهمي، يعني اهلا يا بكاوات وزكي في الوزاره وكل الحاجات دي. مش عايزينها تبقى جيم اوفر بقى بعد ثوره 25 يناير، لازم نشوف الفنان حسين فهمي على المسرح. لازم طبعا، لازم يبقى في اعمال دراميه كتير. احنا يعني كان عندنا هذه القدره وهذه الشجاعه فعلا يا بكاوات. احنا كنا بنتكلم على الحاكم الديكتاتور وكنا بنتكلم على العصر المملوكي، وفي اخر المسرحيه بتكتشف ان احنا موجودين النهارده. للاسف مفيش حاجه اتغيرت. وكنا بنقول ان احنا لازلنا في القرن ال 18. طيب دي رساله خطيره جدا، خطيره طبعا، اتقالت في هذه الفتره. زكي في الوزاره برضو لينين الرملي هو اللي كاتبه، هو اللي كتب البكوات وبرضو اخراج عصام السيد. في زكي في الوزاره كنا بنتكلم على اخر وزاره احمد نظيف. وللاسف ان احنا صورنا هذه المسرحيه وعندنا مشهد كامل فيما يحدث في مجلس الوزراء اتشال، هو بيتعرض في التلفزيون في حين كان بيتعرض على المسرح. ومسلسل بابا نور برضه، مسلسل بابا نور بنتكلم فيه على زعيم الحزب اللي بيموت وان في وريث لهذا الزعيم. طبعا المسلسل يعني قالوا يا بابا ما فيش نور ولا حاجه، كله ضلمه. ورمضان 2011 الفنان القدير حسين فهمي بيطل علينا بتلك الليلة، وهتطلع رجل أعمال بقى تعمل مشروعات للشباب. مشروعات الشباب بقت جيم أوفر ولا يا أستاذ حسين؟ لا جيم ستارتنج بقولك. بالعكس، ده احنا محتاجين مشاريع كتيرة جدا للشباب، محتاجين ان احنا نوعي الشباب، محتاجين نشغل الشباب علشان هو اللي هيبني المجتمع في أولا وأخيرا. وأخيرا حضرتك نفسك بجد ايه في مصر
يبقى جيم اوفر ما يقعدش خالص زي ما حضرتك ذكرت قبل كده على افساد الحياه الثقافيه. انا نفسي جدا ان المواطن المصري يشعر وهو داخل اسم البوليس ان هو داخل الناس فعلا هتخدمه مش هتهينه. واعتقد ان ده لازم يبقى جيم اوفر الاسلوب اللي كان بيتعامل بيه المواطن المصري في من اجهزه الشرطه. ودي حقيقه يعني لازم يبقى اسلوب فيه تحضر وفي كرامه للانسان المصري مهما كان يعني. واعتقد ده لازم يبقى جيم اوفر يعني. شكرا. بنشكر الفنان القدير حسين فهمي. يعني اللي نتمنى الحاجه الوحيده اللي نتمناها ان ما يبقاش تسجيل مع جيم اوفر. لا 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 ان شاء الله. It will continue. جيم اوفر. البرنامج خلص مع رادا الجهري. كده جيم اوفر يا دو. كده جيم اوفر يا دو. كده جيم اوفر يا دو.